أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما حكم صيام شهر محرم كاملا من 1 إلى 30؟ هو سنة. نعم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. نعم. إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف. إذا كنت تريد أن تكون على مذهب السلف تعلم مذهب السلف.